معاكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحه وفي احسن حال. النهارده يوم جديد ويوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو اوكرانيا المجنون الجميل. حلقه النهارده حلقه جميله جدا، فكره جديده من افكار خالد. الحمد لله رب العالمين، بحاول اطور نفسي. فكره النهارده او حلقه النهارده هو الزواج المجاني، زوجه وعروسه وعربيه وشقه تمليك، كل ده مجاني، والعروسه بعيون خضراء وشعر اصفر. الجواز ده وانا جماعه في دوله الهونولولو. الدوله دي يا جماعه والله حقيقي انا ما اعرف موقعها فين، ممكن تكون في الدول العربيه، وممكن تكون في بلجيكا، ممكن تكون في فرنسا، ممكن تكون في المانيا، ممكن تكون في اوكرانيا، حقيقي مش عارف. حبيت اتكلم عن الموضوع دون. فعلا الجواز ده موجود، بتاخد العروسه وبتاخد شقه وبتاخد عربيه وممكن رصيد في البنك كمان. سارع يا جماعه عشان تقدمه، بس قبل ما تقدم اسمع الحكايه من الاخ عبد الستار العقباوي. الراجل دون عايش في ولايه بطيخ، هو عين اعيان ولايه بطيخ. كلمني وحكى لي قصته، حقيقي اتعاطفت معاه، حقيقي اتضايقت جدا، بس في الاخر القصه كانت جميله جدا، وان هو راح دوله الهونولولو واتجوز من هناك عروسه بعيون خضراء وشعر اصفر، وخد عربيه وشقه ورصيد في البنك، هيصوع على الاخر وما كتبش لا مؤخر ولا مقدم. فسارع بالتقديم، اتفرج على الحلقه للنهايه، فكره جديده من فكره خالد، ان شاء الله باذن الله تعجبكم. السلام عليكم يا شباب، انا اخوكم عبد الستار العقباوي، عين اعيان ولايه بطيخ. حالي زي اي حال حد فيكم، ممكن اكون عايش في دوله عربيه، ممكن اكون عايش مع حضرتك، ممكن تكون حضرتك انت مكاني. حاجات كتير قوي ما بتعجبنيش، وحاجات كتير قوي بتعجبني في الوطن العربي. بس هحكي لكم حكايتي، حكايتي غريبه جدا وكبيره جدا، يا رب تسمعوها للاخر. الاستاذ خالد منح لي الفرصه دي ان انا احكي لكم قصتي. واحب اعرفكم بنفسي، انا عبد الستار العقباوي، عين اعيان ولايه بطيخ. الحمد لله رب العالمين، فلوس ما بتفرقش معايا خالص، بس المشكله في بلدي اني عشان اتجوز من بلدي ابو العروسه بيطلب مهر ومؤخر ومصدق ومقدم، وبيطلب اقل حاجه 20 كيلو ذهب، ولازم شقه تمليك، وبيطلب حاجات كتيره قوي. انا زهقت بصراحه من الموضوع ده، مع اني معايا والامكانيات معايا، بس انا عاوز اتجوز واحده بعيون خضراء وشعر اصفر. ان شاء الله باذن الله هبحث في الانترنت، يا رب ربنا عطرني براجل محترم، راجل جدع يساعدني يوديني دوله الهونولولو. سمعت ان في دوله الهونولولو البنات حلوين وبيض وبينوروا بالليل، وبيدوهم كمان شقه وما بيطلبوش منهم مؤخر ولا مقدم، ايه الهنا ده؟ فانا ان شاء الله باذن الله هروح دوله الهونولولو، بس يا رب الاقي ايه، واحد ايجنت محترم يكون ليجنت يساعدني، لاني نصابين كتير، فخليني ادور في الانترنت وحضراتكم معايا. الحمد لله قعدت ادور في جروبات السفر، لقيت واحد اسمه الاخ عماد ابو زنيخه، اللهم صل على النبي، الاسم جميل قوي وريحته حلوه، ان شاء الله يطلع راجل محترم، نكلمه بقى وايه ونشوف هيقول ايه. السلام عليكم اخ عماد، ازاي حضرتك؟ انا اخوك عبد الستار العقباوي، عين اعيان ولاد بطيخ. انا لقيت التليفون بتاع حضرتك في جروب الحيحانين الاحرار، هو حضرتك بتسهل موضوع الجواز؟ انا بصراحه نفسي اتجوز واحده بعيون خضراء وشعر اصفر، ولو زرقاء مش مشكله عادي، وتكون بيضة، الله يكرمك تكون بيضة. اهلا اخ عقباوي، ازاي صحتك؟ اهلا وسهلا، شرفت بيك. لا حضرتك، احنا بنقدم خدمات كتيره قوي، ممكن نعمل لك اقامه، وممكن نعمل لك اقامه دايمه، وممكن نجوزك على الورق، وممكن نجوزك حقيقي، وممكن كمان نعمل لك جنسيه. لا اخ ابو زنيخه، انا عاوز عروسه على طول. لا انا مش بتاع لعب ولا الكلام ده كله، اوراق والمهرجانات دي كلها، لا 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 لا، انا عين اعيان ولايه بطيخ. تمام اخ عقباوي، ان شاء الله باذن الله طلبك موجود وعروستك موجوده، واللي انت عاوزه، وبعينين خضراء وشعر اسور كمان وبيضه وبتنور بالليل، اللهم صل على النبي، بتنور بالليل. طيب ان شاء الله باذن الله نشوف العروسه امتى؟ طب والعروسه اسمها ايه بالصلاه على النبي؟ العروسه اخ عقباوي اسمها جمانه الهيمانه. جمانه الهيمانه، الله اسم جميل قوي، انا حبيتها صراحه، حبيتها.
جمانة حبيبة قلبي، طب قول لي ايه المطلوب؟ الله يخليك، بس مع الحنين الله يسترك عشان اخوك واقع من 18. بص يا اخ عقباوي، احنا بنعمل الباكج ده على بعضه ب 25000 دولار، بس ليك هنعمله ب 15. خلاص. ده كتير قوي، 15000 دولار ده كتير عليا يا اخ ابو زنيخ، ما تريحها معايا شويه، اخوك واقع من 18. بقول لك اخ عقباوي، ده من الاخر، واسرع عشان ايه تحجز ايه عروستك قبل ما تتخطف. خلي بالك البت حلوه بعيون قادره وشعر اصفر وبتنور بالليل، انجز وابعت بقى الفلوس وحول، وخلي بالك الدفع قبل الرفع. رفع ايه يا اخ ابو زنيخه؟ ما تفهمش غلط يا اخ عقباوي، رفع رايات الافراح وليالي الملاح، اوعى تفهم غلط. طيب يا اخ ابو زنيخه، بحسب هو حد يكره الافراح والليالي الملاح دي؟ بيضه يا جدع. الله بعد بقى عشان ابعت لك الدعوه بقى في خلال يومين ان شاء الله باذن الله، وتروح على سفاره الهولولولو وتاخد التاشيره وتجيلي، هستناك في المطار ما تقلقش. حاضر يا اخ ابو زنيخه. هوا طياره ان شاء الله باذن الله. انت ايجنت اسطوره. بعد ما كلمت الايجنت شوفوا الراجل كلم مين وخلينا نتفرج. يا شكل النهارده في زبون جديد وقع، ان شاء الله باذن الله هيبعت الفلوس وهبعت له الدعوه وهبعت له كل حاجه وهيطلع على الهونولولو عشان يتجوز العروسه المجاني. يا شكل العقباوي بعت الفلوس، يلا مبروك علينا ال 15000 دولار اللي جت. هو هيروح على الهونولولو عشان يقابل حمال خواجه. انت عارفني يا ليجنت، انا شكل ما بيهمنيش حاجه، ولو كتر اظبطه في وشه. طارت دولة الهونولولو اهيا، ان شاء الله هخش اخد التأشيرة، بس هخلي الحكاية بتاعت التأشيرة واللي حصل لي جوه السفارة في موضوع تاني وحلقة تانية ان شاء الله باذن الله هبقى احكيها لكم ان شاء الله باذن الله. وادعوا لي ان شاء الله اخد التأشيرة واسافر على حبيبتي جمانة. حبايبي الله، الاخ الزنخاوي استناني في المطار وخدنا على العروسه، واحنا رايحين دلوقتي ان شاء الله باذن الله هنقابل حمايا الخواجه. حبايبي خليكم معايا. وصلنا بيت العروسه، حبيبتي جمانه الهيمانه، حبيبتي حبيبتي. يلا يا جماعه، البيت شكله جميل قوي من بره، بصوا عامل ازاي. اللهم صل على النبي، انا مشتاق اشوف جمانه حمايا الخواجه. خليكم معايا اما نشوف. الحمد لله وصلنا بيت حبيبتي جمانة الهيمانة. اللهم صل على النبي، البيت فخم قوي وريحته حلوه، ريحه جمانة فيه حبيبه قلبي. حمايا الخواجه راح تقريبا يعمل الواجب، ناس كرمه، ناس ولاد اصل، ناس ما شاء الله عليهم وعلى المقابله، ربنا يسهل. اخلى الخبيب العريس، نورت دوله الهونولولو، منور يا خبيبي. النور نورك يا حمايا. بص حضرتك عشان اخش في المفيد، انا جاي اتجوز ومعايا المترجم عشان نترجم لبعض بقى ونعيش حياتنا مع بعض. خبيبي العريس، انت يا خبيبي مش محتاج مترجم، انا بعرف عربي كويس. اجواز بنتي جمانة الهيمانة العشرين، علموني عربي كتير خبيبي العريس. عشرين؟ هي كانت متجوزة 20 واحد يا حماية الخواجة؟ 20؟ الله يخرب بيتك يا ايجنت. حبيبي العريس، دي اقل واحده في العيله بتجوزها 40 واحد يا حبيبي، بنتي جمانة اقل واحده. الله يخرب بيتك يا ايجنت، انا كنت عامل حسابي على واحده متجوزه 10 بس، تطلع لي متجوزه 20 20 20. لجل الورد ينسقلوا عليه، دي بيضه وشعرها اصفر وعينيها خضرة وبتنور بالليل. يا عم الخواجه، امال فين الاخت جمانه ليمانه؟ ما جاتش تسلم عليا ليه؟ طبيب العريس، بنتي في الشغل. وعلى كده الاخت جمانه بتشتغل فين بقى؟ خبيب العريس، في عيلتنا ممنوع الراجل يسال الست راحت فين وبتشتغل فين وجت منين وخرجت ليه وباتت فين، الحاجات دي ممنوع تسأل فيها حبيبي العريس. يا عم اسأل ايه؟ ما عادي، ما تبات، هي هبات في الشارع، ما هبات في بيت برضه، كبر دماغك.
ما تسألش في الحاجات دي يا جدع، دي بتنور في النور في الضلمة يا جدع، بتنور في الضلمة. طيب يا عمي، عاوزين نتفق بقى على المؤخر والمقدم والذهب والقايمة والحركات والحاجات دي كلها، عشان ايه؟ نعرف راسنا من رجلينا. حبيب العريس، انت في دولة الهنولولو العروسة مجانا والشقة مجانا والعفش مجانا ومفيش مؤخر ولا مقدم ولا مهر. خلي بالك يا حبيبي، انت في دولة الهنولولو. اللهم صل على النبي، لا مؤخر ولا مقدم، وبتاخد شقة والعروسة اللي بتنور بالليل، كل ده مجانا. اللهم صل، ونعم الناس يا عمي، ونعم الناس يا عمي. فكرة، بنتي ما بتحبش الذهب بس بتحب السوليتير. حضرتك هتحط لها 30,000 دولار في البنك او يورو، مش مشكلة. ما بتحبش الذهب بس بتحب السوليتير، واكتب 30,000 دولار. الله يخرب بيتك يا ايجنت يا ابو زليخ. ابو زنيخة ما قاليش كده يا عمي. طيب يا حبيبي، نخش في الموضوع، انت عاوز تتجوز جمانة باليوم ولا بالشهر؟ عموما بالشهر. بالشهر ده ايه الجوازة السودة دي؟ خليها 3 شهور وكده كده، اول ما جمانة هتشوفني هتقع في دباديبي مدى الحياة. قول لحضرتك ايه يا حماية الخواجة، احنا بقالنا ساعتين لا شفنا كوباية شاي ولا كوباية ليمونادة ولا حاجة ساعة. هو في ايه بالظبط؟ عاوز تشرب حاجة ساعة من ام كام يا حبيبي؟ حاجة ساعة من ام كام؟ يا نهار اسود، ايه الوقعة السودة دي؟ طيب نشوف العروسة، طيب اللي بتنور بالليل يا حماية الخواجة. خاضر خبيب العريس، يا بنت يا جمانة يا جمانة. ايوه يا بابا، تعالي يا بنتي سلمي على عريسك. انا مكسوفة يا بابا. طب حطي حاجة على وشك يا حبيبتي. حاضر. ماما. دي حكاية اخوكو عبد الستار العقباوي. عبد الستار العقباوي دون مش واحد بس هو اللي قدامكو ده، لا، انت ممكن تكون العقباوي، وانت وحضرتك وحضرتك وحضرتك، كل الناس اللي بتتفرج عليها ممكن تكون العقباوي. انصحك فكر صح قبل ما تصدق اي حد في الانترنت، اي حد حاطط اعلان بيقول انا بجوز، انا بعمل اقامات، انا مش عارف ايه. طلعت العروسة مضروبة، طلعت في شنك، وطلعوا ناس زبالة. انصحك خلي بالك عشان ما يحصل لكش اللي حصل لي. انا خدت درس عمري ما انساه، خسرت فلوس كتيرة جدا، وفي الاخر اترقعت على قفايا. انصحك ان انت كمان ما يترقعش على قفاك. اتمنى ان موضوع فكرة النهاردة تكون عجبت حضراتكم. ان شاء الله باذن الله هناقش كل القضايا. انتظروا حلقة السفارة وكوميديا السفارة دولة الهونولولو. ان شاء الله باذن الله كل القضايا هنقشها بطريقة كوميدية. اتمنى الفكرة تعجب حضراتكم. اتمنى ان انا لوحدي بتعب كتير جدا. اتمنى اللايك، الدعم، الاشتراك. قول رأيك، رأيك بيهمني جدا. الحاجات دي كلها بتهمني وبتدعمني وبتقويني، خلينا اتقدم. اتمنى من حضراتكم ان انتوا تخلي بالكم المواقع اللي بتقدم زواج، الناس اللي بتعرض خدمات في الانترنت بطريق مباشر او غير مباشر، اقامات، جنسيات، جواز على الورق، جواز حقيقي، الامور دي كلها، كل ده نصب يا جماعه واحتيال. لو اعتمدت على حد وسيط زي الاخ، ولا وكيل زي الاخ ابو زنيخه، صدقني هيقلعك هدومك وهيرجعك بلدك جعان وعطشان. الناس دي ما عندهمش رحمة ولا في قلوبهم رحمة ولا في قلوبهم شفقة. الناس دول ناس معدوم الضمير. اي حد بيمشي في المجال ده، مجال الجوازات، المعرفش ايه، الحاجات دي كلها، بيبقى ضميره ركنه في البيت. يعني انت بالنسبة له سلعة يشتري ويبيع فيك زي ما هو عاوز. اتمنى ان انت تكون خدت موعظة. اتمنى للناس ان هي تكون فهمت الفكرة صح. انا ان شاء الله باذن الله هبطل اتكلم في موضوع السفر وموضوع الجواز وموضوع الكلام ده كله، بس هناقش الافكار دي بطريقه كوميديه. اللي يعرف يقلدني يعمل زيي، او اللي غيران مني يعمل زيي. ان شاء الله ما فيش حد هيعرف يعمل زيي، لاني عندي افكار مش عند اي حد، هتلاقوها في قناه صعيدي في اوكرانيا. اشترك، ادعم. صباحك ورد وعسل، بحبكم، خلي بالكم من نفسكم، سلام.